الخلافات بالفعل تسيطر على أجواء القمة الحالية باعتبار أن هنالك ملفات لا يريد أو لا تسعى دول أمريكا اللاتينية إلى طرحها في هذه القمة، والحديث هنا بالذات عن أوكرانيا. يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى توحيد الآراء العالمية أو إلى حشد صفوف الدول في مختلف القارات في موقف موحد مضاد لروسيا، ولكن زعماء هذه الدول يريدون أن لا تذكر حتى كلمة أوكرانيا في البيان الختامي المكون من 16 صفحة خلال الذي من المفترض أن يصدر يوم غد. أيضا هنالك خلاف آخر حول توقيع اتفاقيات تجارية. ممثل البرازيل في الاتحاد الأوروبي كان قد قال بأنه ليس من الضروري أن تضع دول الاتحاد الأوروبي لمساتها على البيان الأخير، وليس من الضروري أن يكون هنالك بيان ختامي موحد في حال لم يكن هنالك اتفاق على كل البنود الموجودة. لا نريد من دول الاتحاد الأوروبي أن تستثمر في دول أمريكا اللاتينية بحسب أهوائها، وإنما نريد أن تستثمر دول الاتحاد الأوروبي بحسب ما تحتاجه هذه الدول. المفوضية الأوروبية كانت قد رصدت 45 مليار يورو للاستثمار في مجالات معينة. الأهم بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي هو الاستثمار في مادة الليثيوم، والتي هي عمليا تستوردها بنسبة 97% من الصين. الدول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى إيجاد بديل عن الصين في استيراد هذه المواد، وبالتالي هنالك استثمارات في البرازيل وفي تشيلي في محاولة لتنويع الموارد وأن لا تقع في ذات الفخ الذي وقعت معه بخصوص الطاقة مع روسيا، لا يتكرر ذات السيناريو مع الصين، وبالتالي بدأت تريد أن تنوع مواردها من هذه المادة. الاستثمارات الأهم أو المبلغ الأهم من 45 مليار يورو هو مرصود لاستثمارات الليثيوم، وبالتالي هذه الدول برغم أنها توافق، تشيل وأيضا البرازيل توافق على هذه الاستثمارات، ولكنها تريد استثمارات بما يتلائم مع مصالحها الخاصة، خاصة وأن الحديث الآن بما يخص هذه الاستثمارات عن ضرورة على سبيل المثال استثمارات في مجال الطاقة تريده الاتحاد الأوروبي، استثمارات بالطاقة الخضراء، ولكن دول أمريكا اللاتينية تعترض على الشروط التي وضعتها المفوضية الأوروبية، خاصة فرنسا وألبانيا بما يتعلق بالغابات وإزالة الغابات أو عمليات التشجير أو قطع الأشجار في مناطق معينة، وهي ما لا تريده الشروط التي لا تريدها دول أمريكا اللاتينية، بمعنى أن هنالك خلافات حتى الآن بدأت منذ أسبوعين وصولا إلى هذا اليوم. ممثل الأرجنتين أيضا في الاتحاد الأوروبي كان قد قال بأنه لماذا الآن تهتم دول الاتحاد الأوروبي بأمريكا اللاتينية؟ منذ 8 سنوات لم يكن هنالك أي قمة، نريد أن يكون هنالك استمرار في هذه القمم، وبالتالي كان هنالك تصريح حسن من مسؤول أوروبي يقول بأن هذه القمة سيعاد تكرارها كل عامين، ولكن بضرورة أن يكون هنالك توافقات بين هذه الدول ودول الاتحاد الأوروبي على الأقل في هذه الاجتماعات خلال هذين اليومين. حسن، شكرا جزيلا لك. سلام كيالي مراسل الغد، كنت معنا من بروكسل.